يا رب يا رب يقال لك يشوفوا هذا الفيديو هذا يا رب يتقبل من وين في خاطرهم يا رب يا رب يتسال جميع المسلمين يا رب. تبارك الله ما شاء الله، وراني دعيت معكم كاملين. كيضحك كيعطر المكان. ماشي ديال السعودية. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. المهم غنبداو الفيديو من هنايا، مطار محمد الخامس. بسم الله. المهم راه البيع عندنا مع ديك السبعة، غنبدا معكم أنا من الأول، ما نطولش بزاف إن شاء الله. هاد الخرجة إن شاء الله غادي مع السعودي للطيران. الله يسر الأمور. هاي أمي ان شاء الله مني مشيت تماكم ما يدعي معاهم. الله يحفظكم الله يرضي عليكم. الله يحفظكم وليدي كلكم الله يحفظكم. يلا الله يحفظكم. الله يحفظكم. يلا دابا نمشيو ان شاء الله ندخلوا ندوزوا الديوان ان شاء الله باش نطلعوا الطياره. الطياره تبارك الله اللهم بارك. مع الغروب. السلام عليكم. تفضل السيدة نيشان. ما عندهمش اسماك المدير العيار هنايا. معرفش واش نتفرج هنا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما عدنا له مقرنين وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون يا ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا أن نحفظ تقواك ومن الأمن ما ترك الله. اللهم هون علينا اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا أبعدا. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من مأساة السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. هاي دابا غتحرك إن شاء الله. ندوزو على مصر، ندوزو على ليبيا، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، تل جدة إن شاء الله. هاي بدات كتحرك دابا. كيفاش مزيان مع الشا صابة برا هداك الشي علاش. هاكا هادو تاني هاو اختي الصغيرة سارة طاو تقايش راه هاكا هادو فيها الشي كامل. السماء دابا
وصلنا دابا المطار جدة أتباق الله ما شاء الله. هذا هو المسجد النبوي الشريف. تبارك الله ما شاء الله. صور لك بحاكا والله يعاون حيت ما جايش باش نصور انايا. الله ييسر الامور. تبارك الله ما شاء الله. وراني دعيت معكم كاملين يا ربي تسهل على كاع المسلمين يا ربي وكاع الناس اللي كيتفرجوا في هذا الفيديو هذا يا ربي يجيو لهذا المقام هذا والله يعطيكم ما نويتو في خاطركم يا ربي. هذا مسجد بلال. هو هذا مسجد بلال. هذا هو المنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بين المنبر والحجرة روضة من رياض الجنة. لا إله إلا الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. هذا جبل أحد. هذا مسجد قباء. انا سبحان الله هذه فين رثات ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم. هاي مكة المكرمة. غندخلو حدا ونبين لكم مزيان. الحمد لله تا كنسالي المناسك ديالي عاد كنجي نصور.
باش ما نديرونجا ما والو. يا ربي تسهل كاع اللي كيشوفوا هاد الفيديو هذا بالزيارة ديال هاد البيت هذا. يا ربي البيت الحرام مكة المكرمة يا ربي تعطي كل واحد منا في خاطره. يا ربي يا ربي كاع اللي كيشوفوا هاد الفيديو هذا يا ربي تعطيه منا في خاطرهم. يا ربي تسهل على جميع المسلمين. يا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. واحد الروبو كيطيب المسجد كيدير المسكان كيضحك. كيعطر المكان. كملت العمرة. مهم غير باش نفهم الناس نفهم المتابعين ديالي كيفاش كدوز العمرة. العمرة هي كتمشي للميقات تما كدير النية من تما احتل مكة الحرم المكي فين كاينه مكة المكرمة كتبقى تقول في هذيك الطريق من الميقات وانت جاي كتبقى تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فحال ما كتبقى تقول حتى كتوصل. فوالا ملي كتوصل كدير كتدخل وكدير الطواف حول الكعبة سبعة الأشواط فيهم أدعية فيهم كلشي. ملي كتكمل كتمشي تشرب الماء ديال زمزم وكدعي دعي باش ما بغيتي. من تما كطوف سبعة الأشواط بين الصفا والمروة. ملي كتكمل سبعة الأشواط ديالك صافي تما كملتي العمرة ديالك كتمشي تحلل كتقرع ولا كتنقص من شعرك كامل. المهم الجلدة ولا تقص أنا فضلت الجلدة. هاي ولات كتبغي اللهم بارك. المهم الحمد لله كملت العمره ديال داكشي. الله يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال. الله يسهل عليكم كاملين ان شاء الله لهذا المقام هذا يا ربي عاجلا غير اجلا ان شاء الله. الله ييسر لكم الامور. ها نعم من تما ملي كتسالي صافي كتبقى كل صلاه تمشي تصلي في الحرم حيت كل صلاه في الحرم المكي ب 100000 صلاه. ها نعم ما بغيتش نشرح لكم دابا. ملي كتكمل هادشي كامل صافي عادي كتبقى تما تجلس الصلاه هنايا في الحرم وقد ما شاتي مزيان قد ما داشي اشواط داكشي دير الاشواط حول الكعبه طوف طوف حول الكعبه مزيان قد ما مشيتي للصفا والمروه مزيان. غير باش بزاف ديال الناس ما يبقاوش يقولوا لك علاش لا مشيتي للعباده وداكشي راه ما كتبقاش 10 ايام كامله ولا 15 ايام كامله وانت في المسجد وداكشي راه كتخرج كدور. هادي حنا عارفين هادشي كاين اللي كياخذ كادوات كاين اللي ياخذ بزاف الحوايج وداكشي. على ديك الكادوات غادي عندي ان شاء الله الاخت ديالي ماشي اختي ولكن ماشي اختي من شقيقه من الميوب ولكن اختي اختي بمعنى الكلمه ولينا بحال العائله وداكشي غادي يعدي ان شاء الله
ام فيصل حتى هي عندها قناه. انا ما نقولش بشي وحده المحتوى ديالها ناقص ولا شي حاجه، عندها قناه زوينه ومحتوى هادف توريكم زعما الا جيتو هنايا من تقدا وما تصيدوش الاثمنه ديال سميتو والاسواق فين كاينين وداكشي، وان شاء الله غندوي معها باش تبدا توريكم بحال مثلا توريكم الحرام المكي، توريكم مكه المكرمه، توريكم جبل عرفات، حيت هي دابا ساكنه هنايا بحال راه صديقه ديال العابيه المغربيه في الهند. بحال قلتو بحال مثلا العابيه المغربيه في الهند، هذه مغربيه في السعوديه. اختي ام فيصل ان شاء الله غتشوفوها معايا دابا ان شاء الله. يلاه خليكم معنا، تحياتي. المهم حنا مازال في السعوديه، واحد العراضه عند اختي ام فيصل مغربيه في السعوديه هنايا. غنوريكم القناه ديالها، راه يبغى تعرفوا الا جيتو هنايا السعوديه بغيتو تشوفوا شي سواق فيهم داكشي رخيص، ما تصيدوش، شوفوا الاثمنه ديال الطاكسيات بشحال كيديو داكشي، اي حاجه غتعرفوا عندنا ان شاء الله. انا من المتابعين ديالها انا واختي عبير، عبير المغربيه في الهند. المهم غتجي ان شاء الله عندي للمغرب وغنتهلا فيها ان شاء الله هي والزوج ديالها. هاي هذه عراضه سعوديه ان شاء الله تاد نجيو تشوف العراضه عندنا ان شاء الله. كانوا غيعرضوا علينا في الدار ولكن ضيقنا مع الوقت وكشي قلنا لهم لا ماشي مشكل. والزوج ديالها قالنا لا والو. اللهم بارك الشيء نادي كنادي بسم الله على بركة الله. أمرك ياكلوا بحال كان حقا شديد السعودية. بسم الله أوكي. يقولوا ما شاء الله عليك يا حقي يا حقي. حبيت نحط لك البرنامج. المهم غنخليكم القناة ديال اختي ام فيصل هنايا، غتلقاوها هنايا وغتلقاوها في الديسكريبسيون ان شاء الله. دخلوا عند الناس اللي غايجيو العمرة واللي ما غايجيوش وداكشي، المهم غتوليو تعرفوا السعودية زنقة زنقة بيت بيت ان شاء الله. هاي سيتي هادي سيدي المهمني دما غتسناو فيديو ان شاء الله من يجيو عندي المغرب ان شاء الله. ها هذا ها هذا تحت تعليمات سامية الوالدة ديالي. ها هو بسم الله ها نعم هذا التاي الحداوي خلي لي من التاي الصحراوي. ها الله يجعل عمره مقبول ان شاء الله لينا وجميع المسلمين. الله يسهل جميع المسلمين ان شاء الله يجيو هذا المقام. هذا هنا غنسالي فيديو ان شاء الله وغادي نودعكم. تحياتي لكم، استودعكم الله الذي لا سعد لا سدع ودائعه. تهلا شوف